رغم هذا الرقص والغناء فالتزاوج يتم خفية وأقل ما يشهده أحد، والأنثى في حكايات الهند الشعبية تخصب بأن تشرب الدموع عن وجه الذكر، لكن هذه الذكورة الولهانة لن تكتفي بذلك. إنه سباق مع الزمن، وقد تتوج مساعي بعض الذكور بالحصول على بعض الإناث، ولكن في تلك الغابات الكثيفة قد يصبح ذلك الذيل عائقا مهلكا، وقد تكون تلك آخر رقصة في حياة بعضها. وهكذا تنتهي قصتنا. قد يرجع سبب وجود ذيل الطاووس بسبب عشق أنثى الطاووس للجمال، ولكنه إن طال أكثر مما يجب فقد ينتهي بصاحبه إلى جوف نمر.